مرحبا يا معشر المطورين في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنتعرف في لغة الجافا على الميثودز، أو كما يسمونها في بعض اللغات البرمجة الأخرى الفانكشنز. إذا سنبدأ الآن بمثال بسيط. لنقول أننا في العادة إذا أردنا أن نقوم بإظهار رسالة للمستعمل، مثلا نقول له هلو، نقوم بعمل هكذا system out و println. إذن هنا مثلا سنقول هلو، هذا ما نفعله في العادة. إذا أردنا إعادة عمل هذا الأمر عدة مرات، سنقوم بإعادة كتابته عدة مرات. إذن هناك تكرار لعملية نفسها عدة مرات. إذن سنقوم بكتابة هنا method كي تحتوي هي على هذا السطر الذي يقوم بطباعة كلمة hello. يمكن أننا لم نلاحظ بعد، لكننا نستعمل الميثود أو الفانكشن دون أن نعلم من بداية هذه السلسلة. فهذه هنا ميثود تسمى main، وهي الميثود الرئيسية المسؤولة على تشغيل البرنامج الخاص بنا أو التمرين الخاص بنا هنا. فكل ما يوجد هنا في المين هو ما سنقوم بتشغيله أو إظهاره للمستخدم. وهذه المين نقوم بمناداتها أو يقوم بمناداتها الجي في ام أو الجافا فيرتشوال ماشين. عندما نقوم بعمل أوتوماتيكيا تأخذ الجي في ام، تقوم الجي في ام بمنادات هذه الميثود وتطبيق كل ما يوجد بداخلها. لذلك يظهر لنا ما هو مكتوب وسط هذه المين. ما سنفعله الآن هو أننا سنقوم بكتابة ميثود مشابهة قليلا لهذا لما نراه في المين. فسنكتب هكذا public static و void، مثلا سنقول هنا say hello، وسأفسر الآن ما الذي قمنا بكتابته. إذن هنا لدينا public، وهذا سنتعرف على ماذا يمكن أن نكتب عوضا عن public في هذا المكان، لكن نقول الآن public، وهي الميثود ستكون متاحة للجميع ليقوم بمناداتها. وسنتعرف فيما بعد ماذا من الاختيارات الأخرى التي يمكن أن نكتبها في مكان public. ومن ثم static، وهذه static هنا فقط ليستطيع الجي في ام مناداتها، لأننا سنقوم بمناداتها من قبل المين. وأيضا ستعرف على static عندما نصل لها تحديدا ما هي static، عندما نضعها أمام method أو عندما نضعها أمام variable. وهنا void، وهي تعني الفراغ أو أن هذه الميثود لا تعيد شيئا. فنعرف احنا في أغلب لغات البرمجة أننا عندما نقوم بمنادة method أو نقوم بمنادة function، حتى في الخوارزميات العادية هناك نوعين من functions. إما functions تعيد لنا قيمة، تقوم بعمل بعض المهام ثم تعيد لنا نتيجة هذه المهام أو نتيجة عملية حسابية مثلا. وهناك أيضا functions لا تعيد شيئا. في الجافا لا يمكننا أن لا نكتب شيء، فكي نقول أن هذه الميثود أو هذه functions لا تعيد لنا شيء، فسنكتب هنا void، أي أنها الفراغ. وإن أردنا أن نقول أن هذه الميثود مثلا تعيد قيمة معينة، فسنكتب نوع هذه القيمة أو type. مثلا إن كانت تعيد مثلا int سنكتب هنا int، إن كانت تعيد string سنكتب هنا string إلى آخره. لكن هنا سنقول أنها تعيد void، أي أنها لا تعيد شيئا. وسنأخذ هذا السطر وهذا الأمر الذي كتبناه system.out.println، والذي سيقوم بإظهار لنا كلمة hello، وسنضعه داخل هذه الميثود. وبالطبع كي نحدد حدود هذه الميثود سنكتب هنا، سنفتح هنا الكيرلي بريسز من هنا وسنغلقه من هنا، وهذه المعقفات سنفتحها من هنا وسنغلقها من هنا. وهنا سنجد اسم الميثود، والتي هي هنا اسمها say hello. say hello هي اسم الميثود التي سنناديها بها فيما بعد. وهنا سنضع الأقواس أمام الاسم، هذه الأقواس مجعولة لكي نضع ما هي variables أو المتغيرات التي نريد تمريرها لهذه الميثود عندما نقوم بمناداتها. لكن هنا سنقوم بعمل ميثود بسيطة جدا فقط اسمها say hello، لا تأخذ شيء هنا في مكان الparameters، أي في مكان المتغيرات التي نمررها لها هنا بين هذه الأقواس. حتى وإن لا نريد تمرير شيء لا يمكن حذف الأقواس، يجب كتابتها لكن فارغة. وهنا هذه الميثود لا تعيد شيء، وهي public ومتاحة للجميع لمناداتها. إذا سنذهب هنا للمين، بما أن المين كل الأوامر يجب أن تمر أولا بالمين، فسنقوم هنا بمناداتها، ومناداتها فقط فهي بمنادات اسمها.
أقول هنا say hello فقط ولا أمرر شيء. إن كانت مثلا إن كان مثلا لدينا int a هنا كنا سنقوم بكتابة رقم، هنا نمرر مثلا الثلاثة وسيأخذها على أنها a، لكن هنا لا نمرر أي شيء، لا تطلب هذه الميثود أي شيء كي نمرره، فقط ستقوم بعمل هذا الأمر. إذا أضغط run هنا لنرى النتيجة. وكما نرى هنا لدينا hello، إن كتبنا هذه الميثود عدة مرات فستقوم في كل مرة أناديها فيها بعمل هذا الأمر. إذا هنا لدينا 4 مرات ستقول say hello. يمكن هنا نجد أن الأمر بسيط، فهنا لدينا سطر واحد أو أمر واحد نقوم بعمله. لنتخيل أن لدينا عدة أوامر هكذا تريد هذه الميثود فعله، فهنا نجد أنه عندما نناديها هكذا مرتين أو ثلاثة فهي تقوم بعمل أكثر من 5 أو 6 أوامر في نفس الوقت. وهنا أصبحنا إن أردنا تغيير شيء بسيط في كل هذه الأوامر فقط نغير واحدة منهم، مثلا هنا قول هالو نديم، فتغيير واحد فقط سيغير الثلاث أماكن هنا التي نادينا بها. نقوم بعمل ران وسنلاحظ أننا غيرناها 3 مرات، لكن في الحقيقة قمنا بتغيير هنا سطر واحد، وبالتالي تغيرت كل مكان، تغير القيمة في كل مكان ناديناها فيه. إذا هنا كما قلنا هذه ميثود بسيطة جدا لا تعيد شيء وتقوم بعمل say hello فقط. إذا سنرى الآن إن أردنا مثلا تمرير الاسم، لنقول نريد أن تقول هذه الميثود say نديم، لكن في الأصل لا نريدها أن تكون هذه ثابتة، نريد أن تكون متغيرة، ليست دائما نديم، بل نريد أن نرسل لها اسم وهي تقول له hello. فلفعل ذلك يجب أن أمرر هنا مثلا string وأسميها name، ومن بعد هنا لدينا system.out.println ونقوم بإضافة أو إلصاق كلمة name أو قيمة name الممررة في الأقواس هنا، وسيقوم بطباعتها مع كلمة hello. لكن هنا نرى أن كلمة say hello أو مناداتنا لsay hello أصبحت بالأحمر، وذلك لأنها أصبحت خاطئة، فلا يوجد ميثود هنا اسمها say hello ولا تأخذ شيء في البارامترز هنا، لذلك يجب أن نمرر variable أو نمرر ببساطة كلمة string. فمثلا أمرر هنا نديم، فسيقول هنا hello ويأخذ هذه القيمة في البارامتر ويضعها في وسط variable اسمها نديم ومن نوع string، وهنا يلصقها كما قلنا بكلمة hello ويقوم بطباعتها، فتصبح هنا say hello نديم. هنا يمكن مناداتها عدة مرات بأسماء مختلفة، مثلا هنا أحمد وهنا محمد، وهنا في كل مرة سيقوم بمناداتها وتمرير قيمة مختلفة لهذه الـ variable name وإلصاقها بـ hello. نقوم بعمل run وهنا نرى أن hello نديم، hello أحمد، hello محمد. إذا هنا كما قلنا هذه الميثود لا تعيد الشيء، وعندما نقول لا تعيد شيء فهي تعيد void أي تعيد فراغ. إذا سأقوم هنا بعمل مثل آخر وسأقوم بكتابة ميثود أسميها مثلا هنا static وتعيد، أو نقول لا تعيد شيء لكن اسمها add، تأخذ a وتأخذ int b، وهذه حدود هذه المعاقفات حدود الميثود أي أنها تنتهي هنا. ويجب أن ننتبه أن مثلا المين هنا لا يمكن كتابة ميثود في وسط المين، لا يمكن أن تكون هنا، يجب أن نخرج هنا تكون end main أي هنا انتهت المين، وهنا يمكن أن نكتب ما نريد لكن بعد انتهاء المين، ولكن في نفس الوقت هنا end class أي لا يمكن كتابة خارج الكلاس، هنا تصبح غير معروفة في الجافا، لا نكتب أي شيء خارج هذه المعاقفات الخاصة بالكلاس. إذا وهنا سنقول أن هذه الميثود ستقوم بعمل result مثلا هكذا، والresult ستكون ال A مع B، وأقوم بمناداتها هنا كي نتثبت من النتيجة. أكتب add، وهنا بالنسبة للميثود التي اسمها add أو جمع تأخذ 2 parameters، واحدة اسمها A والثانية B، لكن هذه ال parameters من نوع int
إذن يجب أن نمرر هنا إنت مثلا سمرر 3 و 5. هنا سيقوم بجمع الأ و البي ويقوم بعمل كتابة result والنتيجة، ونرى هنا أنها result 8. لماذا هنا وضعت هذه الأقواس؟ لأننا إن وضعتها هكذا فسيقوم بكتابة مثلا result 3 5 أي result 35، وسأفسر هنا لماذا. لأننا هنا لدينا string وهي result وأريد أن وقلت له أن ألصقها ب A. هنا سيعمل حسب الأولوية، الأولوية هنا لدينا plus أي سيقوم بعمل إلصاق int و string، والنتيجة هنا ستكون string أي ستصبح result 3، ومن ثم أصبحت لدينا string أخرى اسمها result نقطتين 3 وأريد أن ألصقها هنا ب B والتي هي 5. لذلك أضع الأقواس هنا وهي التي تعطينا أولوية لما هو داخل هذه الأقواس، وبذلك سأقوم بجمع أولا نتيجة هذه الـ A والـ B من ثم يقوم بإلصاقها في result. أو لتجنب كل هذه المشاكل أقوم مثلا بعمل int result وأكتب A plus B، ومن ثم أقوم بإلصاق مباشرة result. إذا وبالتالي لن يتغير شيء، أرى هنا أنا result 8. إذا هنا نريد أن نظهر هذه النتيجة، لكن هنا نريد أن نظهرها هنا أي بعد أن تقوم بعملية الجمع أعطنا النتيجة التي توصلت إليها، وبذلك سنقوم بعمل هكذا return result أي قلنا أننا بعد أن نقوم بعملية هذه الجمع سنرجع قيمة هذه result أو نتيجة هذه variable التي اسمها result وهي من نوع int. إذا بعد عمل جمع A و B سنقوم بعمل return، لذلك هنا لن نقوم بإرجاع void بل سنقوم بإرجاع int، وهنا نرى أن السطر الأحمر قد اختفى أي ليس هناك أي مشكل، فقد قمنا بإرجاع result من نوع int وطلبنا من الميثود من الأول، قلنا للميثود من الأول أننا سنرجع لها int، وبالتالي يمكن أخذ هذه النتيجة في هنا مثلا result، وهذه result ستأخذ القيمة المعادة أو القيمة التي أرجعتها هذه الميثود add والتي تأخذ 3 و 5 أي أن بعد ما يقوم بجمع 3 و 5 سيقوم بإرجاع نتيجة باستعمال هذه الكلمة المفتاحية return، وسنأخذ هذه النتيجة ونضعها في variable اسمها result. إذن هنا الطباعة لا نقوم بعملها هنا بل قمنا بعملها بعد منادة هذه الميثود add. قم بضغط run، هنا أرى أن نفس النتيجة لم يتغير شيء. إذن هذه هي أمثلة عامة لاستعمال الميثود، كيف نستعمل الميثود من دون parameters، وكيف نستعمل الميثود باستعمال parameters، كيف نقوم بعمل ميثود تعيد لنا شيء مثلا هنا تعيد لنا variable من نوع int، وكيف نقوم بعمل ميثود لا تعيد شيء أي تعيد void. إذن أرجو أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، ونلتقي في فيديو قادم في سلسلة تعلم لغة البرمجة الجافا.